ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على نصايح مهمة جدا لشهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان عندنا نصايح كتير جدا جدا. اول حاجة عايزة يعني نركز فيها قوي الطرف الثالث اللي من ناحيتك، اللي يعني في جزئية كبيرة من اصحاب برج السرطان عندهم طرف ثالث، او انك بتقارن ما بين الشريك وما بين حد، او محتار ما بين شخصين، او ان انت عندك شخص في حياتك وفي حد تاني شاغل بالك، في حد تاني انت بتفكر فيه، حد تاني سرقك، فده موجود جدا جدا عندك. حاول على قد ما تقدر تفصل ما بين الحاجتين. حاول تعرف ان الطرف الثالث ممكن يدمر علاقتك الاساسية، خاصة بيتك يعني حياتك، هيخلي فيه مشاكل، هيخلي فيه وجع دماغ، الموضوع ممكن يتعرف، فاحنا هنكون شوية يعني هنكون مشتتين. الوضع ده يسبب لك تشتت في حاجات كتير ويلهيك عن ايجابيات شهر اغسطس، فلازم اخلي بالي جدا جدا من النقطة دي. فده بالنسبة للناس اللي عندهم طرف ثالث ومشغولين بحد تاني، او ايا كان، محتارين بيقارنوا ما بين الشريك وما بين حد من اللي هم ممكن يكونوا معجب بيهم. ولكن في ناس كتيرة من برج السرطان ممكن يكون عندك طرف ثالث، فاحذر من انك تقع في فخ انت بتحطه لنفسك. عامة كمان برج السرطان من الاشياء المهمة اللي احنا عايزين نركز فيها، وهي ان عندك حسد كبير. حسد ده ممكن يوصلك انك ممكن تعمل بيه حادثة، يعني ممكن تحصل مشكلة، يحصل حاجة كبيرة، يحصل تعب. الحسد عندك ممكن يقطم الظهر فعلا، فلازم نحصن نفسنا. انا هعمل فيديو اوريكم النظام الملح الصخري، وازاي تحصن نفسك، وازاي تستخدم حاجات انك تحصن بيها نفسك وبيتك، طبعا مع كمان القرآن. يعني هقول لكم كمان الصور المعينة اللي بتعمل ليها قوة كبيرة، بالذات في حاجات اللي هي ليها علاقة بالطاقة السلبية والحسد وكل الكلام ده. فحاول على قد ما تقدر بقدرتك انك ايه اللي انت عارفه انك تحصن نفسك بيه مؤقتا. عامة يا برج السرطان عندك اللي تحصن منه، وتخلي بالك، تخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله، تخلي بالك من الحاجات المفرحة اللي ممكن تحصل لك انها تكون عين منظورة فيها، تخلي بالك ان عندك الاشخاص المقربين اللي عارفين عنك كل كبيرة وصغيرة، هم دول اكتر ناس بيحسدوك، اكتر ناس اللي هو لا ما تبقاش احسن مني، يا تبقى زيي يا اما اقل، لكن اكتر مني اوعى. ففي ناس كتيرة عندك بتتعامل بالمنطق ده. طيب النصيحة كمان اللي انا عايزة اتكلم عليها، برج السرطان عندك اشخاص طمعانين فيك بشكل مقرف. يعني عندك ناس طمعانة في ميراثك، طمعانة في شغلك، طمعانة في نجاحك، طمعانة في ان هي تاخد من وراك، هستفاد ايه من وراك، المصلحة اللي جاية من وراك، يبقى قرب منك. في كتير بيقرب منك عشان المصلحة، عشان انت هتفيده بايه، فده موجود جدا جدا. احذر من الناس دي، ما بلاش فكرة ان انت ايه ده قريب مننا، ايه ده بيحبنا، ايه ده وانت من جواك روحانياتك بتقولك ده انسان مش كويس. صدق اللي جواك، ما بلاش تصدق الظاهري، ما بلاش تصدق ان في شخص ممكن يكون بيقرب منك مرة واحدة عشان لقاك لطيف، لقاك حبوب، لا هو لقاك في من وراك مصلحة. ده عندك موجود جدا جدا، خلي بالك، لان الناس اللي بتجري وراك عشان مصلحة، يوم ما ياخدوا المصلحة هيمشي، وانت هتتعب نفسيا وتلوم نفسك كتير. بمناسبة كمان اللوم، ان كفاية ان احنا نلوم على نفسنا، انت بتلوم على نفسك في مشكلة حصلت في الماضي، او بتلوم على اختيار اخترته ليه علاقة بالماضي، او على فكرة انت عملتها او قلت حاجة لحد، او حاسس ان انت قللت بنفسك في موقف معين، او انك اشتريت حاجة ملهاش لازمة، او انك دخلت في طرف ثالث ومش عارف تخرج منه. يعني انت بتلوم نفسك في حاجة انت عملتها، بس اللي المفروض ان احنا نعمله ان احنا ما نلومش نفسنا. اللي حصل حصل، يعني انا حتى ده مبدا انا ماشيه بيه، ممكن اخرب الدنيا في ثانيه، اخربها وابوظ كل حاجه، بس خلاص اللي حصل حصل. ابدا افكر في دني ازاي اصلحها، ازاي اخرج نفسي من المشكله دي، ازاي ان انا اقدر اخلي الاجواء الطف، يعني ما اخليهاش تبوظ خالص يعني، واقدر اتحمل نتيجه الخطا بتاعي. فما كفايه ان احنا نلوم نفسنا، وكفايه ان احنا نعاتب نفسنا، اللي حصل خلاص حصل، خلينا مقتنعين جدا جدا بده. حاجة تانية مهمة، برج السرطان عندك مشكلة صغيرة بتعاني منها الفترة اللي فاتت، وهي انك متأزم نفسيا بسبب ان كتير بيقول ان حظه مش حلوة، كتير بتقول او انا ليه الدنيا واقفة، او انا ليه مش عارف ايه، او انا ليه الناس بتشمت فيا،
كل ده موجود، وده مش هقول مثلا موجود في برج السرطان كله، ولكن موجود من نسبة 70 ل 80%، ودي نسبة مهولة. فعندك كتير حاسس الاحساس ده، حاول على قد ما تقدر انك تفكر تفكير جديد وتغير نظامك. عندك اساسا الشهر ده تغيير، يعني انت عندك تغيير في الحياه عامه، في الفكر، في شكلك، في الظاهري، في الداخل، في كل حاجه. فده مهم، بس في نفس الوقت حاول على قد ما تقدر انك تخرج نفسك من الاحساس ده، خرج نفسك من الشعور ده، لانه مؤلم وبيتعب وبيغير في النفسيه لطريقه سلبيه. مهما تغير للايجابي هتلاقي نفسك بتتشد للماضي، بتتشد للسلبيه، وده احنا برضو اللي بنأذي نفسنا كده. فحاول انك تخرج من الشعور ده بان انت منطلق، بان انت تعمل حاجه حلوه قوي لنفسك. حاول تخرج نفسك من الشعور ده بانك تقابل اشخاص انت بتحبهم، اجتماع مع الناس انت بتحبهم، اخرج خروجه حلوه، اتفسح، اسافر، انطلق بمعنى الكلمه. ده احساس هيكون حلو جدا يقدر نلعب بيه بالنفسيه. زائد كمان حاجه تانية، ان برج السرطان مهما داره ومهما خبى الشعور ده بيكون باين. برج السرطان انت حاسس نفسك ان انت اوعى وشك، يعني بتعرف تداري وغامض ومفيش منك اتنين، لا ده انت طيب قوي وغلبان جدا وحساس جدا، وبيبان شعوركم قوي، وعينكم بتقول كل حاجه، حتى لو انتم متضايقين من حد عينكم بتقول كل ده، فرحانين عينكم بتقول، فواضحين انتوا قوي مش عارفين تداروا. فشعور ان انت ممكن تكون انك قلقان، انك متوتر، انك حاسس ليه الناس شمتانة، كل الحاجات اللي انت بتلوم نفسك عليها كل ده واصل للاخرين. فانت بالتالي لو حد فعلا شمتان فيك فانت بتشمته اكتر، فانت بتفرحه اكتر، فانت بتعرفه ايه نقطة ضعفك اكتر، ودي مشكلة كبيرة جدا، فلازم نغيرها يعني اجباري، او نتغير للايجابية اجباري. عامة كمان خلينا دايما مقتنعين ان بعد العسر يسر، خليه دايما مقتنع ان انت داخل على مرحلة جديدة في حياتك، على الافضل على الاحسن. كل ما تكون مقتنع ان في امل، ان في بشرة حلوة، ان في ايجابية، كل ما انت تلاقي الايجابية فعلا جاية لك، وكل ما تحس ان انت سعيد اكتر، حاسس نفسك بالسعادة، السعادة هتجيلك تجري. ده شعور بجد، وده حاجة قوية جدا جدا، يعني نحاول حتى نجربها. عارفة ان في بعض الاشخاص اللي يمكن عانوا كتير وبقوا حاسين ممكن لو فقدنا طعم السعادة، لا اسعد نفسك غصب عنك، دخل السعادة غصب عنك، هتلاقي ان هي واحدة واحدة بتجيلك وبشكل رهيب، مرة واحدة هتلاقي نفسك بتفوق. عامة النصيحة كمان اللي انا عايزة اتكلم عليها، برج السرطان حاول على قد ما تقدر انك تكون انت عندك حاجات مفرحة جاية وعندك اخبار حلوة، بس كلها محتاجة تخطيط. يعني حاول تخطط تخطيط ايجابي، ما تكونش متسرع في تخطيطك او افكارك، ما تكونش متسرع في قراراتك، في الموافقة، في الرفض، في انك تخصب على حد انه يوافق يرفض، ياخد قرار ما ياخدش قرار، لا حاولوا ان انتوا تدوا الامور وقتها. حاول ان انت يعني فكر، ما بلاش التسرع وما بلاش البطء، بس لازم تفكر وتخطط بشكل منطقي لكل حاجة. برج السرطان كمان الوضع الصحي، عندنا الصحة النفسية، احنا عندنا الشهر ده فيه ايجابية قوية، بس لما بنتكلم ده على برج السرطان المتعلق بالماضي الحساس جدا بيكون عنده، بيجيب لنفسه السلبية غصب عنه. فحاول على قد ما تقدر ان انت تخفف ده، لانه بيأثر على الصحة النفسية، والصحة النفسية بتأثر كتير عند برج السرطان بالذات بنسبة عالية على الصحة الجسدية. ده هيسبب لك توتر، ويسبب لك قلق، هيسبب لك دايما انك تكون عايز تعمل حاجات كتير بس حاسس انك مقيد، وده بيكون بسبب الارهاق. عايز ممكن تكون بتهرب في النوم، بتهرب في حاجة بس مش الاساسية اللي انت عايز تعملها، فده بيأثر كتير على الصحة الجسدية. ده ممكن يعرضنا كمان امراض غريبه او امراض اخر، امراض ابسطها الاعصاب، التهاب الاعصاب، تعب في الاعصاب في الجسم، ده ابسطها. تمام. فعامه برج السرطان كمان من الاشياء المهمه كتير اللي احنا عايزين نتكلم عليها، ما بلاش برضو التسرع في التوقيع على اوراق او مستندات. خلي بالك كتير من اوراقك ومن مستنداتك، خلي بالك من ده كتير. كمان في الاسبوع الاخير يعني نحرص جدا، ليه؟ لان انت ممكن يكون معاك حمل، معاك اوراق، معاك حاجات صعب تقع في ايد حد خايف عليها قوي. حاول على قد ما تقدر انك تداريها، حاول على قد ما تقدر ان انت تخبي الحاجة اللي معاك، تخلي بالك من اوراقك. عندك مشكلة قانونية ركز جدا جدا، فمحتاجين ده قوي قوي قوي، خاصة بنسبة كبيرة في الاسبوع الاخير.
برج السرطان عندك حد ممكن يكون محتاج لك بس مش هيقول لك، عندك حد ممكن يكون محتاج لقربك لحنيتك، محتاج ان انت تفهمه، ان انت تكون حساس معاه، محتاج ان انت ما تكونش بتنقضه. خلي بالك كتير، لان ممكن يكون الحد ده قريب منك وانت مش عارف، او انت بتضغط عليه نفسيا وانت مش عارف. الضغط النفسي على الشخص ده هيسبب لك انت وجع في الاخر، انه ممكن يبعد، انه ممكن يقول لك كلام يوجعك، انه ممكن من كتر الضغط ينفجر. خلي بالك جدا جدا من انك تحط حد في شعور زي ده يوجعك انت في الاخر. عامة دي نصايح انا بعتبرها اللي هي مش كلها، بس في نفس الوقت الحاجات اللي هتكون قوية لو احنا استخدمنا عملنا الحاجات وخديها وخلينا بالنا منها هنفوق كتير. زائد كمان نحاول على قد ما نقدر نبتعد عن الاشخاص المستفزة او ان الحاجات اللي فيها استفزاز، يعني خلينا نكون هادين اكتر. حاول ان انت اي حاجة تحصل مش مهم انا هادي هادي هادي، فده يخليك ان انت تكون بالفعل يعني ما تكونش عصبي. لو حد عصبي قدامك وعايز يتخانق معاك خليك انت هادي، اسحب منه العصبية وارميها، ده مهم جدا جدا. عامة انا برج السرطان بتمنى جدا ان انا اكون فدتكم بالنصايح دي، وبشكركم جدا وبحبكم جدا. عامة ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.